السلام عليكم اخواتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه عالم الياسمين. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه البغرير بطريقه جد سهله وناجحه مليون في المئه. بزاف منكم ما كينجحش لهم البغرير، جبت لكم هالطريقه الا تبعتوها غينجح لكم من اول تجربه. فتابعوا معايا اخواتي الفيديو الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. وقبل ما نبدا معكم اخواتي، بالنسبه للناس اللي كيشاهدوني لاول مره، فكندعوكم للاشتراك في القناه عبر الضغط على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو باللون الاحمر، وايضا تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالنسبه للناس اللي ديجا كيتابعوني، فاخواتي ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش يوصل اكبر عدد من الناس. وبسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، اول حاجه باش ننبه لكم، بالنسبه للكاس باش غتعبروا خاص يكون نفس الكاس اللي غتعبروا به جميع المكونات. انا هنايا غنستعمل كاس العنبه. اول حاجه غندير 3 ديال الكيسان ديال الماء يكونوا دافيين، غنديرهم في الخلاط وغنضيف عليهم جوج كؤوس ديال السميد اولا الفينو اللي كنستعملوه في الحرشه، وايضا غنضيف كاس ديال الدقيق غنضيف نص ملعقه صغيره ديال الملحه ملعقه صغيره ديال السكر وايضا ملعقه صغيره ديال الخميره حبيبات وايضا غنضيف ملعقه ديال الخل واحد صاشي ديال الخميره الحلويات وزن 7 غرام وغنخلطوا هاد المكونات جيدا. بالنسبه للماء البنات، انا كندير جوج كؤوس، ممكن الا جاكم الخليط ديالكم ثقيل بزاف ممكن انكم تضيفوا نصف كاس على حساب النوعيه ديال الدقيق. صافي هنايا مباشره غنديروا في اناء، صافي غنخليه غير 5 دقائق بين ما سخنت المقله ديالي. صافي وغنبدا ندير البغرير يطيب. بالنسبه للمقلات ما خصهاش تكون كتلصق، وايضا البنات ملي تكونوا طيبوا البغرير ديالكم غير تحيدوها تديروها في الماء ديال الروبيني تبرد شويه صافي، وتترجعوا تطيبوا وحده اخرى هكا بالتدريج فوقاش ما حيدتوا وحده. ضروري انكم تبردوا المقلات حيت فاش تكون سخونه ما تيجح لكمش البغرير. وايضا فاش تحطوا على النار خاص النار تكون في الاول مجهده، من بعد عاد تنقصوا ليها. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. مباشره ملي تحيدوا البغرير تدهنوه بزيت الزيتون، اولا باش ما بغيتو ممكن تدهنوه بالعسل او حسب الاختيار ديالكم. صافي من بعد تنديروا في طبسيط ديال التقديم. هذه يا البنات هي الوصفه المعتمده عندي والناجحه 100%، انا متاكده الا جربتوها. واخا تكون عمركم ضيفتوا البغرير من اول تجربه غيصدق لكم ان شاء الله. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. وفي اخر الفيديو غنخلي لكم بعض الوصفات اللي موجوده على القناه، وايضا الرابط ديالهم غيكون في صندوق الوصف. بالصحه والراحه.
الله.